مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. كما تعرفوا المشكلة الكبيرة اللي صارت ما بين علي وعبد الرزاق وخوها مونج الشابي، ومونج الشابي يحب يكشف عديد الحقائق عليهم، خاطر كما قال هو مسوا من شرف معنا عائلة الشابي، وهو مش يقول كان الحق وذاي المطلوب في الدنيا ذي نقوله كان الحق. لكن اليوم نكتشف مونج الشابي بعد صراع دام لمدة أشهر ما خو علي كشكي بيه معناها كيفاش معناها يتهجم له على مرته ورملة، وزاد علي شكي بنته ذكرى. اليوم مونج الشابي ينشر معناها ببليكاسيون على صفحته الرسمية بالانستغرام معناها يعاني من وعكة قلبية كبيرة ياسر، ولذلك هو مظهرش ليمتى ذي عنده أكثر من جماعتين، معناها خاطر هو وعد أنه باش يكشف عديد الحقائق. لكن اليوم نكتشف أن مونج الشابي معناها يواجه وعكة صحية، نشوفه شو كتب. وعكة في القلب ومرت بسلام، بدأنا في تشخيصات معقدة، سيصمد الذئب كما صمد في ماضي في معارك أعنف وأشرس مع الكبار، سيصمد مرة أخرى، وما يجري هو لعب فروخ ولعب ذري، وأنا تلهى بهم لغير الضرب الصحيح مزيل. كيما شفتوا مونج الشابي معناها هو بنفسه يصرح الخبر الذي ماهوش زائف، البعض معناها لام على عليه كيفاش معناها مازال تو مسحبش القضية ويبقى ديما خوه. كيما شفتوا كانت معناها نجم معناها ينجم يتوفى من كثرة معناها الضغوطات النفسية، وهاك نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.